احنا بنشكرهم على هذه الخطوة، وهذا جاء بناء على دراسة اكيد من عندهم، من هم احتياج المنطقة لبنك زي هيك. احنا بنقول انه دراستنا لواقع البيئة الاستثمارية في محافظة طولكرم بتدلل وعندنا مؤشرات انه هناك فرص استثمارية جيدة. هذا يعني بنشكرهم وبنتمنى التوفيق لهم ويكون في حراك اكثر ان شاء الله لمحافظة طولكرم اقتصاديا ان شاء الله. اختيارنا لهذه المنطقة كان على اساس انه نكون في عندنا مساهمة اكبر في دعم القطاع الزراعي. هلا طبعا احنا صرنا عدة اشهر شغالين هنا في منطقة عتيل، تمويلاتنا وصلت بحدود 6 مليون ودائعنا 4 مليون دولار، غالبيتهم في الاطار الزراعي، وهذا شيء يعني بيساعد في تنمية المنطقة اللي احنا موجودين فيها. منطقة الشعراوي اللي هي شمال طولكرم هي منطقة زراعية صناعية تجارية، فيها الحجم العمل ضخم، وطبعا فيها عتيل جاي متوسط الشعراوية، فيها البنك القدس والبنك الإسلامي العربي، وهي اللي فتحنا البنك الإسلامي الفلسطيني. طبعا كل البنوك بتشتغل وفي عندهم شغل منيح، ومع العلم انه يعني صار لهم فترة صغيرة قصيرة جدا بس في حجم الودائع وحجم التجارة عالية فيه. نتقدم في التهنئة والتبريكات لأسرة هذا البنك، البنك الإسلامي الفلسطيني، ونتأمل إن شاء الله أنه يصب في مصلحة المواطن والمواطن وتعزيز التنمية في هذه المنطقة. وحقيقة فتح هذا البنك في منطقة عند الإخوان في منطقة الشعراوية في بلدة عتيل، هذا إشي كثير مهم اللي على أساس نسلط الضوء على الموضوع الزراعي بلا شك، اللي ندعم هذا القطاع الزراعي مهم جدا لمحافظة طولكرم، بما أنه تعتبر السلة الغذائية في محافظة طولكرم اللي هي منطقة الشعراوية. بلا شك إحنا رسالتنا لهذا البنك ولجميع المؤسسات المصرفية الفلسطينية في هذه المنطقة يكون في هنالك التركيز على المشاريع التنموية.